ان كابتن طبعا سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي كان اعلن خلاص ان رامي ربيعه، عمرو السوليه، ومحمد مجدي قفشه ما كانوش موجودين خلاص في بعثه الفريق اللي راحت النهارده الظهر للنايجر، وده طبعا بسبب ايجابيه المسحه الطبيه للثلاثه وتاكد طبعا اصابتهم بفيروس كورونا. بنتمنى لهم الشفاء يا رب. وده بالاضافه طبعا لبيتسو موسيماني المدير الفني، واللي كان تعرض طبعا لنفس الاصابه بفيروس كورونا قبل ايام. بناء على الكلام ده قرر الجهاز الفني ان هو يضم الثلاثي سعد سمير، طاهر محمد طاهر، ومحمد شكري لقائمه الفريق. طبعا كل التوفيق لرجالتنا في افتتاح المشوار، والسنه دي الاهلي بيخش البطوله وهو بطل للنسخه الاخيره، وده بيفرق في حالتنا المعنويه وفي خد